بيتر سكوت البالغ 86 عاماً وزوجته كريستين سكوت 80 عاماً يوقعان على أن ينتحرا سوياً، وهما يحتضنان بعضهما عبر كبسولة الانتحار المزدوجة التي لم تتم تجربتها قبل ذلك أبداً. المهندس السابق في سلاح الجو الملكي البريطاني وزوجته الممرضة تزوجا منذ 46 عاماً، واليوم وبعد تشخيص إصابة كريستين بالخرف يقرران السفر سوياً لسويسرا للموت في كبسولة الموت واسمها ساركو. الزوجان البريطانيان عقدا قمة عائلية شاركا فيها مخاوفهما من المرض في ظل ما وصفاه نظاماً صحياً فاشلاً في بريطانيا أدى لخسارتهما كل ما يملكانه، وابنهما وابنتهما وافقا على ذلك على مضض وقالا إنهما سيحترمان اختيار والديهما. الكبسولة هذه مرخصة في سويسرا وتعمل عن طريق استبدال الهواء الذي يتكون من 21% من الأكسجين و 79% من النيتروجين ب 100% من النيتروجين، ما يؤدي بسرعة إلى فقدان الوعي، ثم يتوقف الشخص عن التنفس في عملية تستغرق أقل من 10 دقائق.